عسلامة ومرحبا بكم في نصيحة جديدة من كونسي إكسبير سوزوكي. معكم أسامة بن عبد الله ريسبونسابل تكنيك إي غارونتي في كابرو سوزوكي. عطلة الصيف على الأبواب والتونسي باش تكثر خرجاته واستعماله للكهرباء. في نصيحة اليوم باش نحكي لكم على حاجات لازمكم تتفقدوهم قبل ما تشدوا الثنية. أول حاجة نبدأ بها وقبل ما نخدموا الكهرباء هي نتفقدوا نيفو الزيت والماء والليكيد دو لاف جلاس، ونثبتوا زادة في العجلي والنيفو متاع الهواء فيهم. وما تنساوش باش تتفقدوا الأضواء الأمامية والخلفية متاع الكهرباء. تشيك اب صغير هذايا يخليك تتفادى مفاجآت ينجموا يصيروا وتحافظ على سلامتك وسلامة عائلتك. نصيحتنا اليوم وفات باش تعرفوا أكثر معلومات علينا تابعونا على الفيسبوك، انستغرام، لينكدين ويوتيوب.